توفي شخص وعليه دين ولم يخلف ما يسدد هذا الدين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة أم لا؟ لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع، وفيه إحسان إلى الميت وفك لرهانه وإبراء لذمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أتي بالميت ليصلي عليه سأل هل عليه دين، فإن أخبر أن عليه دينا تأخر عن الصلاة وقال صلوا على صاحبكم. وفي بعض المرات تحمل الدين عن الميت بعض الصحابة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث هذا الصحابي على أداء الدين الذي التزم أداءه إلى أن أداه، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم على عمله هذا وقال الآن بردت عليه جلدته يعني الميت. فلما وسع الله على رسوله صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء ويصلي عليه، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت. أما قضاؤه من الزكاة محل خلاف بين أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة الأصناف الثمانية ويقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الزيادة عليها، وقضاء الدين عن الميت لا يدخل فيها فيما يظهر في هذه المصارف الثمانية. وهذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، ولكن مهما أمكن أن يقضى الدين من غير الزكاة فإنه أحوط وأحسن. الله أعلم.